مرحبا أصدقائي وصديقاتي التلميذات الصغار، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من حصص الدعم. اليوم سنتعرف على حرف السين من الوحدة الثانية المتعلقة بمجال المدرسة الخاص بالمستوى الأول. اليوم سندرس أو نتعرف حرف جديد الذي هو حرف السين. إذن نبدأ على بركة الله بالنشاط الأول، سنكتشف ونتعرف حرف السين. إذن سأقرأ عليكم بعض الكلمات، وإذا سمعتم حرف السين يعني صوت س سترفعون أيديكم معي. أنا لا أراكم ولكن أنتم سترفعون أيديكم. إذن الكلمة الأولى سلحفاة. سلحفاة، هل سمعتم أصدقائي حرف السين؟ نعم، يوجد حرف السين في هذه الكلمة. إذن سنرفع أيدينا عاليا لحرف السين. الصورة الثانية تمثل ضفدعة. ضفدعة، ضفدعة، هل تسمعون حرف السين؟ لا، لا نسمع حرف السين. إذن ننتقل إلى الصورة الثالثة، صورة سمكة. سمكة، سمكة، هل تسمعون حرف السين أصدقائي؟ نعم نسمع حرف السين. إذن ارفعوا أيديكم لأعرف أنكم سمعتم حرف السين. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني أو النشاط الثاني، أقرأ وأتعرف أشكال حرف السين. يعني الحرف في أول كلمة مثل كلمة سبابة، س هكذا يكتب الحرف في أول الكلمة. سد، هكذا يكتب الحرف في أول الكلمة. إذن الحرف في وسط الكلمة مثل كلمة مسمار. مسمار، هكذا نرسم الحرف في وسط الكلمة. رسم، رسم، وكذلك هنا الحرف حرف السين في وسط الكلمة. إذن هيا بنا أصدقائي لنتعرف الحرف في آخر الكلمة مثل كلمة شمس. شمس، وكلمة درس. درس، هكذا تكتب الحرف في آخر الكلمة. إذن نمر إلى النشاط الثالث، وهو المتعلق بتجزئة كل كلمة إلى مقاطع صوتية كما في المثال. لاحظوا معي المثال، سرير، هذا هو السرير، لنجزئ هذه الكلمة. س، نعم، ري، رن. س، ري، رن. كلمة رأس ما سنجزئها. إذن كم من مقطع؟ نعم أصدقائي 3 مقاطع، أحسنتم. را، سا، ما، 3 مقاطع صوتية. نعم، إذن كلمة مسرور. مسرور، كم من مقطع صوتي أصدقائي؟ نعم 3 مقاطع، أحسنتم. مس رو رن، أحسنتم أصدقائي. إذن نمر إلى النشاط الموالي، نشاط الاستثمار، وهو النشاط الرابع، أقرأ ثم أضع علامة تحت البطاقة التي تتضمن حرف السين. س، نعم سنضع علامة تتضمن هذه البطاقة حرف السين. باسم، نعم سنضع كذلك علامة. مبرد، لا أصدقائي لا تتضمن الكلمة حرف السين. سو، نعم تتضمن حرف السين، نضع علامة. سي، نعم. مسامير، نعم حرف السين. سور، نعم حرف السين. را، لا، لا هذه البطاقة لا تتضمن حرف السين. إذن نمر إلى النشاط الخامس، وهو المتعلق بقراءة السين مع التنوين ثم أصل ما يناسب بالكلمة التي تتضمنه. سن، سن، سن،
لدينا الكلمات شمس، درس، فرس. إذا هذا هو الفرس أصدقائي. إذا سنربط كل حرف منون بالكلمة المناسبة. سن، درس، سن، شمس. نعم. سن، سن. لا توجد كلمة تتضمن سن، إذا هكذا سنتركها هكذا. السؤال الموالي، أقرأ السؤال والجوابين ثم أضع علامة أمام الجواب الصحيح. ما هذا؟ يعني نقصد هذه الصورة، ماذا تمثل هذه الصورة أصدقائي؟ هل هي سرب حمام أو سرير سامي؟ هذا سرب حمام أو هذا سرير سامي؟ إذا ما هي الإجابة الصحيحة أصدقائي؟ نعم، إنه سرب حمام. إذا سنضع العلامة هنا أصدقائي، ونمر إلى السؤال الموالي وهو السؤال السابع. سنقرأ المقاطع. إذا أصدقائي اقرأوا معي المقاطع. سا، نعم، سو، سي، سا، سو، سي. أحسنتم. سن، سن، سن. نعم، حسن جدا. أقرأ الكلمات. إذن لنقرأ معنا الكلمات. سامي، سامي، دروس، دروس، مسرور، مسرور، سور، سور، سارة، سارة، سمير، سمير، مدرس، مدرس، رسوم، رسوم. إذا نمر أصدقائي إلى الجمل لنقرأ جماعة هذه الجمل. رسم سمير دبا. نعم، سمير رسم دبا على السبورة. سر سمير بما رسم. نعم، لاحظوا معي، سمير يضحك فهو مسرور لأنه رسم دبا. قالت المدرسة لسمير. نعم، لاحظوا معي ماذا ستقول المدرسة لسمير. أنت رسام ماهر، أنت رسام ماهر. نعم أصدقائي، المعلمة أو المدرسة قالت لسمير بأنه رسام ماهر. إذا نواصل أصدقائي، نواصل بالكتابة. سنكتب حرف السين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. إذا تابعوا معي كيف سأرسم حرف السين. نعم، س، نعم، هكذا نرسم حرف السين. نعم، سنرسم الآن حرف السين في وسط الكلمة. سي، نعم، هكذا، نعم. إذن الآن نرسم حرف السين في آخر الكلمة. سو، نعم، سو. إذن الآن سنكتب سو. نعم، لاحظوا معي كيف نكتب حرف السين. نعم، الآن نكتب كلمة رسام. نعم، إذن لاحظوا معي وهكذا نكون قد أنهينا رسم حرف السين. الآن سأختار المقطع المناسب وأكمل الكلمة. لدينا هنا س، سن، سن. ماذا سنقول؟ ما هذا أصدقائي؟ لاحظوا معي الصورة، ما هذه الصورة؟ نعم، حسن جدا، أحسنتم.
سرير. إذا سنكبر بالمقطع الصوتي س. إذا لاحظوا معي الصورة الثانية أصدقائي، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ نعم إنه قسم وهذا مدرس. إذا مدرس، أحسنتم، مدرس. سنتمم الكلمة بالمقطع.